تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وجرى خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.